وفاش بقينا خايدين خايدين في المنافسة ما بين الرجل والمرأة. الدار ديال من 50% ديال و50% ديال، لا ناخذ قرض ناخذه بجوج، لا نديرو الدار في سميتنا نديرو في سميتنا بجوج، ولا شريتي انت بواحد القرض دير لي 50%. وشنو الا مشينا تطلقنا؟ شنو واش هذا هو؟ هذا هو الزواج، هو حاضي وهي حاضية. رجع كل شيء عندنا غير مادي، ما بقات تضحية، ما بقات تضامن، ما بقات في يد الله. الزواج بحال الحرب، ما بقاش هادشي كله. الراجل رجع كيبغي يتزوج تيقول لمرتو شحال كتشدي باش يحسب حسابه باش يمكن لهم يعيشوا. اللي عيشنا حنا كاع عندنا شحال ناكلو؟ كيفاش بغيتي تبقى عند الراجل القوامة ديالو والشهامة ديالو والمروءة ديالو إلا من النهار الأول دخل قاسم هو المرأة؟ هي تصرف هو يصرف، وبقى في الدار يبقى راجل، يدخل رجل يدير رجل على رجل ويهز جهاز تحكم على البوت ديال التلفازة، ويبقى وهي خاصها تدخل الكوزينة طيب وتصوب الدراري. ما يمكنش هكا، كانت شحال هادي كانت مقابلة الدراري مقابلة الدار، وأنت كتمشي الدار تمارا وتدخل وكتجيب لها اللي خاصها وتكون بها وتكون جنبها، وهي كتعطيك عاوتاني الحب وتعطيك الحنان والاستقبال وتصوب لك الدار وتقاتل وليداتك وتجي تلقى الجو مواتي. إذن هنا كانت الأدوار، دابا رجعنا بجوج كنديرو بحال بحال على برا. إذن ما يمكنش ندخلوا الدار نفس الشيء نديروه. ها هي المرأة سمحات في الدور ديالها، حيت في النهار الأول قبلنا أنها تخدم. أنا ماشي ضد أن المرأة تخدم، ولكن تخدم أولا يا ريت تكون عندنا جرأة. نتكلم على الحكومات المقبلة سياسيا، أننا ناخذ قرار في بلادنا ونقولوا المرأة تخدم، ولكن خص يكون عندها توقيت خاص للخدمة. ما تدخلش هي مع الثمانية كتجري بحال الحمقى مع الراجل مع الدراري، يلا كلشي كيجري وندخلوا كلنا عاوتاني كيجريو مع الثمانية قد قد بحال بحال داخلين، كلشي كيحيد حوايجو عاد بدل الحوايج. تكون عندنا جرأة ونقولوا للمرأة عندها دور في البيت مهم، وهذا ما غينقش من القيمة ديالها. إذا نديروا لها تخدم مع العشرة ولا حتى 11 وتدخل بحالها مع الأربعة، اش غيوقع؟ لا في الإدارة ولا في القطاع الخاص اش غيوقع؟ غيبة ثلاثة السوايع اش غيوقع؟ ونخلي لها الأجر ديالها كله هو هذا، ما يتغير حتى شي حاجة، غير نمثل لها ساعتين في الصباح وساعتين في العشية باش ما تخرج من الدار حتى ترسي أمورها في الدار وتقابل راجلها كيفاش خارج لابس وكيفاش منقي وليداتها كيفاش مصاوبين، وعاود تجي قبل منهم وعاود تستقبلهم. ياك حنا الجمعة كلنا الجمعة في 11 ونص كنخرجوا من الإدارة والشركة، فين غادي غادي نصليو؟ وفوقاش كنرجعوا حتى الثلاثة، وفي الصباح كندخلوا حتى 9 ونص الإدارة العمومية. أش وقع؟ هما الرجال كيغيبوا هاد السوايع كلهم، عيالات كيغيبوا هاد السوايع، ما وقع والو. إذا نعطيهم هاد العيالات هاد السوايع هادو ونخليهم في الدار ويخرجوا يخدموا وياخذوا الأجر ديالهم، ولكن يبقاو هذوك الوليدات اللي يدخلوا ولا ذاك الراجل لا ما لاحظتوش الافه ديال الطلاق اللي وصلنا لها؟ كلمه جوج رجعنا كنطلقوا، ما كاين حتى شي سبب جدي. علاش؟ هذا سبب من الاسباب، حيت المراه كتخدم على برا والراجل تيطلب منها تخدم نفس الدور اللي كان عندها شحال هذه خصها عاود تقوم به في الدار. ما يمكنش كتبقى هي تصبر في الاول، كتقول لك راه هذا الدور شحال ندير؟ كتصبر واحد النهار كترتق. زمان كنا كانوا الناس اللي كيطلقوا هما اللي عاد تزوجوا كيكونوا صغار، ديما كيقول لك واسير رد لهم العقل، حيت مازالين صغار تزوجوا عامين 3 سنين ديال الزواج كينوضوا يطلقوا. عيب كان الطلاق، ودابا عباد الله الراجل عنده 70 عام كيطلق، المراه مزوج معها 50 عام ديال الزواج كيطلق. واش كنتوا كتعيشوا هادشي ملي كنتوا صغار؟ عمركم سمعتوا راجل عنده 70 عام طلق مرته؟ ما كايناش. باش ما نبالغش يمكن استثنائيا، ولكن دابا عادي. إذن كيفاش بغيتونا؟ واش غنبنيو بلادنا بالسياسة؟ واش غنبنيوها بالبنية التحتية؟ راه خصنا نبنيوها بالشخص. إذن ها الإنسان، ها الأسرة اللي كنا منتظرين منها أنها تقوم بالواجب ديال تكون قريب من الأسرة، تكون قريبة من الأطفال، ما كتقومش بالدور ديالها. إذن خصنا نحددوا الأولويات ديالنا داخل الأسرة.